أهلين رجدي. شو رجدي ما رجدي، أنا من اليوم ورايح صار اسمي أبو عجاج. سبقتني لك رجدي، أنا كنت ناوي أخذ هالاسم، شلون خطر على بالك؟ ابن عمتي وضاح هو اللي نقال يا مشي معي مشي، خلينا نحضر هالخناقة. خناقة شو؟ خناقة بتصير قدام القهوة بين مين ومين؟ لك هلا شو بدك بهالقصة؟ مشي وهنيك بتعرف. أبو رضا مشي صباحا. صباح وتجيبني شنو؟ أهلين بفخي. أهلين الله يسعدني صباحك، شلونك سيداسي؟ أهلين وسهلين بالعريس، وينك عمي؟ لا تفكر إنه راح نمشي لك يا هي ناشفة، بدك نافة وقطايف وملضمينة. نافة وقطايف وملضمينة؟ وين؟ عندك سيدو عندك؟ عندي أنا؟ لك ليش ما سيد راسي؟ لك مشان جوازة. ها؟ إيه عندك عصايص صفقني؟ إيه عندي عصايص. دخيل عينك، بدنا هيك شي عصوصين ثلاثة مشان نحطهم تحت كبرة، الله يسترى. بديش بدك يعني؟ شو هاد سيد راسي؟ يعني بكم برغوت بكم متليك؟ هلا العصايص؟ صرتوا تبيعوهم بيع؟ لك يا حبيبي لك، الدبايع غالية وكل شي بثمنه يا ابن جيب. قولي قولي، عشنا وشفنا والله عشنا وشفنا. وكم عصاص ببرغوت؟ كل اثنين ببرغوت. لا كثير هيك أفخري، كثير والله عظيم كثير. خليهم أربع برغوت الله يوفقك. شو يا بي؟ علمانك بالبيت وما بترجع لبعد العشاء، وقلت لك استناني بالقهوة ولا هربت؟ أنا ما بهرب. كنت زلمة كنت بتستناني هون. نزل إيدك أحسن لك. لك لو رجال بتنزل إياه هون أنت. لا 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 ما بيشوفنا. اسمعوا يا رجال، موجه عليكم الله ومحمد رسول الله، كل واحد منكم بيرجع على شغله وما حدا بيتدخل بيني وبينه بنوب، مو هيك بالخالي؟ لا عمي لا، انتوا قرايبين عيب. طولوا بالكم انتوا قرايبين. اذا كنك رجال بتقول لهم هلا وبتحلف عليهم مثل ما حلفت عليهم انا، ما حدا يتدخل بيني وبينك. قل لهم لشوف، قل لهم. خلاص يا رجال كونا لحالنا. لا 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 يا طول بالك، طول بالك يا عمي. شو ما عليك؟ بعد عنه بعد عنه. وضح وضح. بوس ايد خالك واعتذر منه. تومر يا بي.